بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله في الفيديو ده يا شباب هنحل تمارين القواعد الخاصة بالوحدة الثالثة والرابعة، وبكده بفضل الله خلصنا الوحدة الأولى كلمات وقواعد، والوحدة الثانية كلمات وقواعد، والثالثة والرابعة 4 وحدات مع سيادتك، يعني كده تلت المنهج. أعتقد إنك أنت لو ركزت في اللي أنا بقوله في الفيديوهات مفيش شاردة أو واردة هتعدي عليك. الفيديو النهاردة هيكون طويل شوية لأن إحنا هنحل كلمات قواعد وحدتين، والقواعد دي فيها تقريبا 5 قواعد، فالموضوع مش بسيط، الموضوع كتير شويتين، فانت لها ان شاء الله. حاول وانت بتعلم ورايا لو في سؤال انت ما كنتش فاهمه ركز عليه، حاول على قد ما تقدر تسجل النوتس اللي انت مش عارفها، لازم تحاول تمسك قلمك وانت بتعلم، ما ينفعش انك تكون قاعد كده مربع ايدك وتسمع الفيديو انت كده بتهزر. كل ما تشخبط اكتر كل ما توصل المعلومه لدماغك اكتر وتستقر في ذهنك كده وتبقى الدنيا جميله. وانا بحل ان شاء الله هحاول افكر فكرك، يعني وانا بحل هفضل يعني هتلاقيني بفكر كده تفكير غريب شويه وممكن يكون شاذ شويه في الاسئله، لان في ناس من الطلبه بيفكروا بالطريقه دي، يعني يفضل يقول لك طب ما هي لو ما اعرفش مين كانت موجوده كنا عملنا ايه، هتلاقيني بقول لك الكلام ده، وليه ما ينفعش كل اجابه من الاجابات ده اللي احنا بنعمله. ان شاء الله رب العالمين الفيديو هيكون طويل زي ما اتفقنا، كوبايه الشاي المحترمه كده واقعد يا برنس واشتغل علشان ان شاء الله هانت اقتربنا من نهايه الماراثون. يا ريت زي الشطور كده تعمل مشاركة للفيديو وتشترك في القناة وتعمل لايك، ادعمنا علشان نقدر نكمل ان شاء الله مع بعض. يلا بقى على الفيديو، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو إن شاء الله هنحل فيه مع بعض تمارين قواعد الوحدة التالتة والرابعة، عشان كده يبقى خلصنا أول 4 وحدات من المنهج، ودول كده تلت المنهج. أول سؤال بيقول لي I not 16 next month، انا هيكون عندي 60 سنه الشهر المقبل. دي يا فندم بتعبر عن المواليد، وانت عارف المواليد عايز اقوله الماستر، فتاخد ويل مباشره، ويل بي. السؤال الثاني هي ويل انفورم اس اوف ذا نيو ديت افتر هي، عايزين نتفق على مبدا كده عشان يبقى الكلام كده واضح وخلصان. اي رابط في الدنيا يا باشا ممكن نجيب بعده مضارع بسيط او مضارع تام، اللي قبله هنا هيكون واحده من الثلاثه دول، اما مستقبل بسيط او مضارع بسيط، بس خليني اكتب لك ان مضارع بسيط ما ينفعش مضارع تام او فعل امر. طيب ده الموضوع، ده حوار اللي هتلاقي كل القاعده متمركزه حواليه. على سبيل المثال اقول لك مثلا I will tell you، انا ساخبرك when I finish مثلا، انا ساخبرك عندما انتهي، او بدل finish نستخدم have finished يعني عندما انتهي. لاحظ ان هيجيب لك في الاختيارات مضارع بسيط وتام، بس مش هيكونوا واكلين مع الفاعل. طيب انتبه كمان انك انت ما ينفعش نستخدم ويل، ما ينفعش نستخدم الرابط بعد ما بعده ويل، يعني ما ينفعش نستخدم اي مستقبل وادي الرابط ونجيب بعده مستقبل على طول، كده ده غلط، المستقبل بيجي قبل الرابط بس. طيب ما تيجي نشوف كده، الراجل مديني هنا مين افتر، ده رابط، وقبل الرابط هنا مديني هنا في الاول ويل والمصدر، فحضرتك عايز هنا مضارع بسيط او مضارع تام، فهتبص على الاختيارات. بداية كونك طالب فاهم كده واخد بالك ان هنا في ويل مستقبل، فما ينفعش نستخدم ماضي، فهنخلي دي تعدي بره ودي كمان بره. تفكيرك اما ويل نو او نوز، والله الرابط عايزين بعده مضارع بسيط او تام يبقى نوز، وعلى فكره كان ممكن نستخدم هنا هاز نون وتبقى زي الفل. دونت وري، ما تقلقش، يور فون نوت باي تومورو مورنينج، قبل الصبح قبل بكره الصبح الموبايل هيكون قد اصلح، يبقى انت عايز مبني المجهول عشان اصلح، تعال نشيل المعلوم. ويل هاف فيكسد هيكون صلحها، ده معلوم. is going to fix ده برضه معلوم سوف يصلح، is going to be ده مجهول، will have been ده مجهول، تفكيرك في واحده من الاثنين دول. بس انت اكيد لمحت الراجل قال لك قبل الصباح الغد الموبايل هيكون قد صلح، يبقى will have been fixed. بعد كده في رقم 4 بيقول لك we hope that he not the championship next year، نتمنى انه سيفوز بالبطوله. طيب والله بعد هوب عايزين فاعل وبعدين will، ادي عندي will have won، نتمنى ان هو يكون فاز، لا ان هو يفوز، انت عايز مستقبل بسيط اللي هي دي، ما انت عارف ان هوب واكسبكت وبريدكت وبروميس وون داي الناس دي كلها كده من الدلائل اللي بناخد معاها مستقبل بسيط. وانس دي عباره عن رابط، جبنا بعدها المفروض نجيب بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، والناحيه الثانيه مديني مستقبل. طيب اذا انا عايز هنا مضارع، اطلعي بره عشان انت ماضي، وانت كمان ماضي اطلعي بره، اخلي الاختيارات اللي قدامي محدوده. قلنا ممنوع نستخدم بعد الرابط مستقبل، يبقى انت كمان اطلعي بره، الاجابه اصبحت هاف فينيشد، وعلى فكره كان ينفع نقول once you finish according to the timetable، ما دام الراجل ذكر لك timetable يبقى جدول، اذا دي مواعيد ثابته. مع المواعيد الثابته دايما نستخدم مضارع بسيط، يبقى starts، لاحظ ان الشو المفرد العرض مفرد فناخد مضارع بسيط. This bridge 20 years old next month،
الجمله بتتكلم عن مواليد، خد بالك مواليد اللي هو السن يعني عموما، سواء انت مثلا تقول انا عندي قط في المنزل وهيكون عنده 7 سنين الاسبوع المقبل، ده مواليد. جدي هيكون عنده 90 سنه، ده مواليد. الموبايل ده هيكون عنده بقى 70 سنه، ده مواليد برضو. فانت بتتكلم على الكوبري هيكون عنده، يعني الكوبري ده هيكون سنه 20 سنه الشهر المقبل، اذا نستخدم مستقبل بسيط يبقى ويل بي. طيب عموما انت ما ينفعش نستخدم مضارع مستمر من الفيرب تو بي، انت ممكن تقول از ريدنج از بلاينج از ايتنج، لكن از بينج دي لا، الا لو بعدها باست بارتيسيبل وده مجهول وحوار تاني. ردينا انتندز تو، انت عارف ان انتند يعني ينوي من الدلائل بتاعت جوينج تو. intends to join a sports club يبقى she is going to apply. افرض يا مستر ما لقيتش في الاختيارات هنا is going to، خلاص يا باشا هتستخدم مضارع مستمر بدلا منها. طب افرض مضارع مستمر وgoing to في الاختيارات، اكيد انت عايز going to، فشكرا. by October next year، قبل اكتوبر بتاع السنه الجايه انا هكون انضممت، يعني حدث هيكون قد اكتمل في المستقبل، يبقى will have joined، عشان انت عارف ان باي من الدلائل اللي بتيجي مع المستقبل التام. طيب رقم 10 my train leaves Aswan at 10، اللي القطار هيطلع من اسوان الساعه 10. حلو، الساعة 11 بقى الساعة 12 القطار نوت تو كايرو. الجملة دي أنا لما شفتها لقيتها مش دقيقة. طيب ليه مش دقيقة؟ تعال نشوف الاختيارات. أول واحدة كده أنت ممكن تقول ويل ترافل، لا طبعا أنت بتقول لي القطار هيطلع من أسوان الساعة 10. الساعة 12 بقى أنا هكون سافرت القاهرة ولا هكون مسافر؟ أنا هفكر في دي. ويل هاف ترافل يعني هكون قد وصلت، ويل بي ترافلينج يعني هكون مسافر. الاثنين صحيحين وزي الفل. المفروض كان الراجل يقول لك والله القطار ده هيطلع هيمشي من الساعه 10 للساعه 12 ده او للساعه 2 مثلا. في الحاله دي كده هنقول القطار الساعه 12 دي هيكون لسه ماشي، فهنقول اي ويل بي ترافلينج. طيب افرض القطار ده هيطلع من 10 ل 11 مثلا، يعني معنى كده ان الساعه 12 انا هكون وصلت. الراجل ما حددليش حاجه من دول، اذا انا شايف الاثنين دول موجودين زي الفل. معنى الجمله بقى القطار هيغادر اسوان الساعه 10 ات 12، الساعة 12 يعني أنا إلى القاهرة. بما إن القاهرة إلى أسوان هتاخد أكتر من 7 ساعات، فالراجل يقصد ويل بي ترافلينج، لكني شايف إنه كان المفروض يحدد لي، لأني ممكن أقول إن الساعة 12 هكون وصلت عادي يعني. ده لو أنا مش عارف المسافة بين القاهرة وأسوان. طب رقم 11 أي نوت ماي بيرث داي أت هوم نيكست فرايداي أز أرينجد. أرينجد دي ترتيبات، فعشان كده نستخدم مضارع مستمر أي أم جيفينج. ولو الراجل أصلاً ما إدانيش أي أرينجد أنا كده كده عارف إن الحفلات والمناسبات والسفر والزيارات كل ده ترتيبات، والترتيبات مضارع مستمر. The plane off at 6، الطياره هتقلع الساعه 6، ده حضرتك ميعاد ثابت، ما هو الطياره ميعادها ثابت ما ينفعش تتاخر، يبقى مضارع بسيط يبقى تيكس. طب ما ينفعش ناخد هاز تيكن؟ لا يا فندم، المضارع البسيط فقط مع المواعيد الثابته. I expect the weather، اتوقع ان الطقس cold tomorrow، هيكون بكره حر. والله expect زي ما قلنا وبريدكت ويل والناس دي كلها عايزين مستقبل بسيط يبقى ويل بي. في 14 احمد بلانز، احمد بيخطط انه يعيش في القاهره بيرمننتلي بشكل دائم، ده معناها ان جوينج تو يبقى از جوينج تو باي. ما لقيناش از جوينج تو هتلاقي الراجل مديك في اختيارات مضارع مستمر. سامون از كولينج، في حد بيرن، انا هشوف مين، يبقى اي ويل سي. خد بالك سامون از كولينج شخص بيرن، اي ويل سي هو از اون ذا فون. في جمله كانت جت بالمنظر ده كده لما كان بيقول لك علي كولد يو، كولد يو علي اتصل بيك، فتروح انت رد عليه قايل له اي ويل كول هيم باك، علي كلمك على التليفون فتقول هرن عليه تاني، ده رقم واحد. الثانيه ان اقول لك علي كولد يو، علي اتصل بيك، فتروح انت قايل لي اي نو، اي نو يبقى كده انت هتستخدم جوينج تو. اشمعنى جوينج تو هنا؟ عشان انت بتقول انا عارف، وانا اصلا كده كده في خطه بينه وبينه ان انا اكلمه يعني، فعشان كده احنا هنا خدنا ويل في الجمله دي. بقول لك someone is calling، شخص بيتصل بيك، فانت بتقول انا هشوف مين اللي على التليفون. I can't attend your sister's wedding، معلش مش هعرف احضر حفله زفاف اختك بكره. ليه يا عم؟ اصل انا مرتب اني اخد امتحانات، يعني في ترتيبات، اذا نستخدم مضارع مستمر. في مضارع مستمر؟ ما فيش مضارع مستمر، ما انت عارف ان مضارع مستمر ومستقبل مستمر مكان بعض، ركز في دي كده. المضارع المستمر او المستقبل المستمر بيجوا مكان بعض، اذا انا هفكر في will be taking اللي هي دي، وعلى فكره كان ممكن نقول I am taking تنفع مكانها. Everything is prepared، كل حاجة متجهزة، يعني مترتبة، إذا ده ترتيبات، يبقى الفريق are leaving، رقم دي. طيب، إحنا في رقم 18. The evening news، الأخبار بتاعت المساء at 9 on channel 1. الأخبار بتاعت المساء بتكون ميعادها الساعة 9، ده ميعاد ثابت، يبقى إز. طب هتقول لي إزاي يا عمي أخبار اسم جمع كده ومع إز؟ هقول لك لا، الأخبار دي في العربي جمع، لكن في الإنجليزي اسم مفرد لا يعد. طيب رقم 19. My father home from work before lunchtime. والدي هيكون عادة إلى المنزل
من العمل قبل وقت الغداء. اكيد وقت الغداء قبل ما يجي هيكون الراجل ده قد وصل، يعني حرس الوصول هيكون قد اكتمل. اذا هنقول will have تصريف ثالث اللي هي will have returned. سما the conference that is her intention يبقى نية. اذا ما دام هنية يبقى going to، يبقى is going to attend. قاعدة دي من القواعد اللطيفة اللي ما فيهاش أي فكرة بصراحة. You look very thirsty، تبدو عطشان. أنا هجيب لك شوية مية. يبقى ده إيه اسمه إيه؟ اسمه عرض. العرض ناخد معاه will والمصدر يبقى will get. When I have a good job، لما يكون عندي شغلانة كويسة. I a large villa with a swimming pool، لما يكون عندي مرتب كويس فأنا هأمتلك، هشتري، يعني سوف أشتري، يبقى will والمصدر. عندك when رابط بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، الناحية التانية مستقبل بسيط على طول. كان ممكن نستخدم when I have a good job أو when I have had a good job، مضارع بسيط أو تام. 23 I have made the final arrangements. الراجل بيديك دلائل في الجملة كده عشان يقول لك ريح نفسك وما تفكرش. arrangements ترتيبات، يبقى أنت عايز مضارع مستمر يبقى are taking. طب ما لقيناش are taking، هتلاقي الراجل مديك will be taking. لا دي making كمان. when the bus not، والله when دي رابط، عايزين بعدها هنا مضارع بسيط أو تام عشان الناحية التانية في مستقبل. طيب اذا هتاخد مضارع بسيط او تام، يبقى the bus has arrived. طب ما هو في هنا مضارع تام اهو، بس الباص مفرد وده برضو مضارع بسيط، بس الباص مفرد كنا قلنا arrives. والسؤال هو ازاي مديني هي اللي بيقول be waiting؟ عشان الحدث الناحيه الثانيه اصلا هيكون مستمر. انت بتقولي لما الباص يوصل انا هكون منتظر، انا هكون منتظر، يعني حدث الانتظار هيكون مستمر. طيب رقم 25 محمد has made up his mind، يعني محمد قرر he not to a larger flat. بما ان الراجل قال لك has made up، يعني معنى كده ان make up دي معناها يقرر زي كلمه decide. بما ان الموضوع فيه قرار فانت عارف ان القرار والنيه والخطه معاهم going to، يبقى is going to move. don't worry، ما تقلقش يا عم، كل شيء هيكون جاهز. اذا before the guests have arrived، قبل ما الضيوف يوصلوا، قبل ما الضيوف يوصلوا كل شيء هيكون قد جهز، يعني يبقى المفروض الحدث تم، يبقى will have been. كل شيء هيكون قد تم قد جهز، يبقى will have. طبعا is being دي بره لانك عايز بعدها past participle. had been دي ماضي ما ينفعش الماضي مع المضارع، ودي ماضي ما ينفعش الماضي مع المضارع. ده اجابه على السؤال اللي بيلوح في ذهنك انك انت ليه ما خدتش will والمصدر مش موجود اصلا. will والمصدر. I never break a promise، انا عمري ما بخلف وعدي. انا وعدتك، يبقى ده جمله ايه يا فندم؟ وعد. والوعد ناخد مستقبل بسيط يبقى will help. your laptop tomorrow، الجمله دي حلوه، ايه الفكره اللي فيها؟ دي جمله اذن. بقول لك ان في جمله الاذن بنستخدم مضارع او نستخدم مستقبل مستمر، بمعنى انا عايز استخدم عربيتك بكره، فاقول لك will you be using your car، will be using، will you be using your car. طب انا عايز استخدم موبايلك، will you be using your mobile كده. فانا هنا نفس القصه هقول لك will you be using، هل حضرتك هتكون بتستخدم اللابتوب بتاعك بكره؟ اصل انا محتاجه. طيب our school not a journey to Aswan next Saturday، والله بما ان في الموضوع رحله يبقى ده سفر، وانت عارف ان السفر والترحال والحاجات دي كلها ترتيبات، يبقى انت عايز is making. يبقى 29 قلنا our school is making، يعني مدرستنا مرتبه انها تعمل رحله. I am going to return your money before you، انا هرجع لك فلوسك قبل ما انت تطلبهم. والله before ومعاها مستقبل، فحضرتك عايز مضارع بسيط او مضارع تام، ادي قدامك have asked، وكان ينفع نستخدم ask. My daughter is engaged، البنت مخطوبه، ده معناها ان هي تتزوج. طب خد بالك ان ده دليل انها هتتزوج، ما هو ده تنبؤ مبني على دليل، يبقى is going to get. طيب تفسير اخر يخليك تاخد going to، ان الجمله دي احنا قلنا لما يكون في اقتراب حدوث الشيء نستخدم going to. فالبنت مخطوبه فده معناها ان الفرح اقترب، is going to برضه. هي not tomorrow's game، هي is very clever، الواد ده ذكي جدا، هيفوز باللعبه بتاعت غد. خد بالك ان التنبؤ او الصفات الشخصيه ما بنعتبرهاش دليل. طب ليه ما بنعتبرهاش دليل؟ لانك انت ممكن تكون ذكي جدا فيدخل الامتحان ما تحلش لانك انت اتلخبطت، او ممكن يكون واحد عداء سريع جدا ويدخل السباق ما يفوزش بالسباق، لان مش معنى انك سريع يبقى هتفوز، لانك ممكن تيجي في السباق تتشل. فاذا الاجابه هنا او الفكره هنا ان الصفات الشخصيه ما بتعتبرش دليل، فناخد معاها ويل. غير كده ان بروبابلي اصلا من الظروف اللي بتيجي مع ويل دايما. اذا ويل بروبابلي وين، بس السؤال ليه ما ناخدش بروبابلي ويل وين مثلا؟ انا عايزك تفهم انك انت بتستخدم الفعل المساعد وبعدين الظرف وبعدين الفعل ايا كان الظرف، يعني ويل بروبابلي وين، ويل اولويز وين، ايا كان الظرف يعني. فانت بتجيب الفعل المساعد الاول اللي هو ويل، يبقى ويل بروبابلي وين. طب 33 بيقول لك يور كار نوت باي 9، قبل الساعه 9 يا فندم عربيتك هتكون اصلحت. اصلحت يبقى مبني المجهول وكمان تام. طب ويل هاف سيرفيسد، ده معلوم في التام. ويل بي سيرفيسد، ده مجهول بس مضارع بسيط مستقبل بسيط. طب ويل هاف بين سيرفيسد، ده اللي احنا بندور عليه، السياره هتكون قد اصلحت قبل الساعه 9، يعني هي هتصلح الاول وبعدين الساعه تيجي 9، فحدث تام بس في المستقبل.
will you return home tomorrow لما ترجع بكره البيت ادي وين بعدها مضارع اذا حضرتك هتقول لنفسك هنا في المستقبل الراجل مديك كل الاختيارات مستقبل فهتروح انت مستبعد برضو كمل صيغه الاستبعاد انت انت not your aunt انت هتزور يبقى انت عايز معلوم والله ده معلوم طب will be visiting ده برضو معلوم will have visited ده معلوم طب will be visited ده مجهول بره ترجم بقى عربي لما انت ترجع البيت بكره انا عمتك you will find your food on the table هتلاقي اكلك على الترابيزه يا حبيبي اصلا انا هكون بزور يعني الحدث هيكون مستمر يبقى will be visiting ما هو الحدث لو كان تم هكون انا بطبخ لك الاكل وانا موجود في البيت my elder sister خد بالك الالدر دي صفه من الصفات اللي ما بنستخدمش معاها زان وبنستخدمها مع افراد الاسره بس لكن older بعدها زان عادي ومع الافراد الاسره او اللي بره my elder sister not married next Thursday the wedding is in the Nile Hilton بقول لك ان الفرح الاسبوع المقبل والفرح هيكون في فندق اسمه هيلتون طيب المفروض ان انت بما ان في فرح فحضرتك بتتكلم على ترتيبات والترتيبات مضارع مستمر يبقى is getting لو ما لقيناش is getting هناخد is going to get طيب I not home until I have until اوعى تجري في الدنيا وتقول didn't والمصدر عشان until بيجي قبلها ماضي بسيط هقول لك لا ما دام بعدها مضارع ما تفكرش قبلها في ماضي فدول didn't بره وwent كمان بره باقي معاك will go want to go ترجم انا home until he has او have until I have done the shopping انا لن اذهب للمنزل الا بعد ما اتسوق لن اذهب ده مستقبل منفي يبقى won't go 37 the sun is very strong الشمس قوية جدا this morning هذا الصباح I think it another hot day الشمس قوية فده دليل ان الدنيا هتكون نار يعني انت عايز going to يبقى is going to be 38 follow the company rules or مادام في or حضرتك اعرف ان ده تهديد والتهديد التهديد بنستخدم معاه will طبعا مستقبل بسيط يعني يبقى will have been fired ده مستقبل تام و they are being ده مستقبل ده مضارع مستمر قدامي يا اما will fire يا اما will be fired انا بقول لك اتبع تعليمات الشركه والا ستطرد يبقى مجهول ويبقى will be fired 39 look out احترس انت into a large hole انت هتقع في حفره اذا انت اقتربت من الوقوع في الحفره بما انك اقتربت اقتراب حدوث الشيء يبقى going to ده تفسير التفسير الثاني لوك اوت ده من الفاظ التحذير وانت عارف ان الفاظ التحذير مع going to I for my exam from 6 to 11 من الساعه 6 ل 11 انا هكون براجع يعني هكون زمن مستمر يبقى will be revising I can't visit you tomorrow معلش مش هعرف ازورك بكره اصل انا هكون بجهز فانا قدامي اختيار من اثنين مستقبل مستمر او مضارع مستمر ده مستقبل بسيط ده تام دي going to من غير verb to be فهي بايظه يبقى I am preparing وعلى فكره ينفع نقول will be preparing as soon as ده رابط يا باشا the meeting ايه I will call you بمجرد ما الاجتماع ينتهي سأتصل بك رابط فانا عايز مضارع بسيط او مضارع تام دي مضارع بسيط وكان ينفع نقول has in did مضارع تام 43 the moment the train has reached the station ساعة ما يوصل القطار للمحطة my secretary there to welcome you السكرتير هيكون منتظر يعني الحدث هيكون مستمر يبقى will be waiting فين will be waiting مفيش will be waiting خلاص طبعا نشوف will have been يعني معنى كده انه هيكون خلص يعني انتظر ومشي going to من غير verb to be نستبعدها is being لازم بعدها past participle في past participle لا يبقى نستبعدها يبقى will be being لا برضو غلط اذا الاختيارات كلها غلط فهنستبعد بس يعني من المؤكد رقم بي بره عشان مفيش verb to be و is being دي بره 100% لان المفروض بعدها verb to be بعدها تصريف ثالث لان الverb to be ما يجيش مستمر مفيش حاجه اسمها will be being برضو بره اذا احنا هنرجع نتنازل عن كلامنا ونختار رقم ايه الوحيده اللي صح في الاختيارات ولكن المفروض كنا نقول will be waiting هيكون منتظر هنا كونه جاب لك زير فالراجل عايز يقول لك ان هو هيكون واقف هناك مستني الاول وبعدين انت هتوصل طيب او there is a gas smell here في ريحه غاز انا هفحص يبقى ده قرار سريع يبقى will check اشرف has decided what to do اشرف قرر ما ينبغي ان يفعل والله decided دي عايزه going to يبقى he is going to join I can't make promise to help you tomorrow معلش مش هعرف اوعدك ان اساعدك بكره اصل انا some relatives I will have visited هكون زرت ماشي ما انت هتكون زرت وخلصت طب انت فاضي اهو I am being visited يعني سوف ازار على فكره لو في باي كنا قلنا ماشي سازار بواسطه maybe visited ربما اكون قد تمت زيارتي ماشي ما هو خلاص وشكرا كده لكن انت هتقول may be visiting انا هكون ربما اكون منتظرا في الزياره في الوقت اللي انت عايز مساعده فمش هساعدك
طب اللي بعدها اي هاف بوكت اتيكت، انا حجزت التذكره خلاص. ده معناها انك انت مرتب تعمل شيء، يبقى انا عايز مضارع مستمر، يبقى ايم ترافلنج تو باريس نيكست فرايداي. طب يا مستر ما انت قلت لي ممكن مستقبل مستمر هنا. اه ممكن مستقبل مستمر. خلصت؟ لا لسه 48. عمر نوت باك يور ماني وين يو ريتيرن هيز كاميرا. بص يا باشا، لما انت ترجع الكاميرا بتاعته عمر سوف يعيد لك مالك، يبقى انا عايز مستقبل يبقى ويل جيف. طيب رقم 49 بيقول لك اي هوب يو ويل، والمصدر ويل لوك باي ذا اند اوف ذا يير، بنهايه او قبل نهايه العام انا هاكون خدت 6 امتحانات. بص يا برنس، ما دام اداني عدد اذا انا هستبعد رقم ايه دي واقول لها اطلعي بره، لان مع العدد قاعده خلصانه كده انا قلتها لك من زمان ممنوع المستمر، فدي بره. اي ويل بي تيكن ده مجهول، انا هكون اخذت مش هكون اؤخذ، وده مستمر فبره من غير ما نفكر، يبقى الاجابه ويل هاف تيكن اللي صح. بعد كده الراجل مديك شويه اسئله كده في الخفيف اللذيذ على اقتراحات، والاقتراحات دي كيوتا. اول سؤال فيها بيقول لك واي دونت يو، عايزين بعدها الفعل في المصدر يبقى كومبلين. عبد الله از ذا بيست بلاير ات بريزنت، عبد الله افضل لاعب في الوقت الحالي. يو ماي بي رايت، انت ممكن يكون كلامك حلو بس بالنسبه لسنه الكبير. طيب لاحظ ان دي بتعبر عن الاعتراض، الاعتراض او النقد، اعرف انك عايز وات اباوت مباشره. افهم دي مني كده، انت عارف ان وات اباوت، وات اباوت دي هي وهاو، هاو اباوت الاثنين بستخدمهم في حمل الاقتراح، دي اقتراح ودي برضو اقتراح، لكن وات اباوت بنستخدمها في الاقتراح والاعتراض. على سبيل المثال لما حد يقول لك مثلا في البيت انت هتعمل لنا الغداء وتغسل الاطباق وتعمل كده، فتروح انت قايل لهم وات اباوت، وات اباوت ماي سيستر، طب بالنسبه لاختي ان شاء الله مش هتعمل حاجه ولا ايه؟ فانت كده معترض. ليتس عايزه بعدها المصدر يا فندم، فدي هنفكر فيها، دي بره. طبعا ما ينفعش، اذا الاجابه ليتس هاف رقم ايه. نوت تيك ريست، والله في نقطه في الاخر فاطلعي بره عشان انت سؤال وانت بره عشان انت سؤال، فليتس تيك ريست. نوت تيك ريست وعلامه استفهام، اطلعي بره عشان انت جمله خبريه. واي دونت وي سؤال، وشال وي سؤال، يبقى كده بي ان سي. Let's not this movie. It is full of suspense. الفيلم ده مليان إثارة، يبقى تعال نسمعه. عايز إثبات، دي بره عشان ده منفي، ودي مصدر لكن دي بره، ما فيش حاجة اسمها let's to. طيب الجملة بعد كده رقم 7. Let's not this movie. It is boring. الفيلم ده ممل، يعني ما نسمعوش أحسن، يبقى let's not watch. وعلى فكرة كان ممكن أقول لك don't let's watch. طيب عشان أنت عارف إن let's نفيها let's not أو don't let's. Wait for our friends here. It's a nice place. المكان ده جميل فهيا ننتظرهم، يبقى نختار له let's. خد بالك دي اخرها نقطة. طيب wait for our friends here. It's not a safe place. المكان ده مش آمن فتيجي ما نستناهمش، يبقى أنت عايز تقول هيا بنا لا نفعل، يبقى let's not أو don't let's، يبقى B and C. طيب رقم 10. What about، عايزين بعدها الفعل مضاف له ING أو ممكن اسم. فأنا ممكن أقول لك what about fish، يبقى كده no word. أو what about having fish، يبقى رقم B، إذا B and C. I would suggest وبعدها ING مباشرة، يبقى inviting. أمال إمتى نستخدم suggest وبعدها to؟ خد بالك من دي كويس. لو أقول لك علي is suggested not the leader، يا ترى هنا هنقول being ولا to be؟ خد بالك suggest لما نستخدمها في المجهول فأنت بعدها بيكون في to والمصدر. هنا هناخد to be. عايز أقول حتة تانية، أماني يقترح أن تنظف المنزل، حلو؟ فأروح أنا أقول لك أماني أو اقترح، يلا نخليها ماضي، was suggested، يبقى كده أماني اقترح أن تنظف، يبقى تو كلين. إزاي يا عم مش suggest دي بعدها تو المصدر بعدها أي إن جي؟ ما أنا هقول لك أهو، ركز معايا كده. suggest بنجيب بعدها الفعل المضاف له مباشرة أي إن جي، أو ذات فاعل والفعل في المصدر، أو ممكن نستخدم ذات فاعل وبعدين should والمصدر، وممكن كمان نستخدم ضمير فاعل او فاعل يعني والفعل في المصدر. طب ما تيجي نضرب مثال، اقول لك I suggest reading the story او that احمد read. خد بالك read read read، خد بالك خدنا المصدر بالرغم من ده احمد، ولو suggested برضو كنا هنقول that احمد read او that احمد should read او I suggested احمد read. طيب امال اللي انت حكيتها لي فوق دي ايه؟ في المجهول دي مش معلوم، في المجهول بعد suggest بنستخدم to والمصدر. طيب هنا في اللي بعدها I suggest we، اقترح ان احنا، بعد suggest في فاعل يبقى مصدر على طول، يبقى invite. طيب لو كانت بدل we she كنا برضو خدنا invite مش invites. I have not joining، والله انت عندك كلمتين consider بعدها ing او think about والفعل مضاف له ing.
حلو، لكن وونت كده كده عايزه تو الماستر، احنا استبعدناها. والله انا قدامي هنا في الاختيارات كونسيدر خدناها، مفيش اباوت مع سوت يبقى طلعت بره. اي نوت سبيندنج فين مضاف الاي ان جي. طيب هنشوف ريكومند بعدها الفعل مضاف الاي ان جي، وود ريكومند والاي ان جي برده، اوبجكت لازم بعدها تو وبعدين اي ان جي، يبقى انا كده عندي اي اند بي. اللي بعدها رقم 15، اي سجست بعدها اي ان جي، في اي ان جي تيك بره، تو المصدر لا ما تجيش الا لو مجهول، تيكينج معانا تو تيكينج بره يبقى سجست تيكينج. اي ريكومند هي مصدر، ريكومند فاعل مصدر يبقى جوين، وكان ممكن اقول ريكومند هي شود جوين. ماي نوت وود بي تو هولد ا ميتنج تومورو، سجست يقترح، هي لو اقتراحي كنا قلنا ماشي يعني سجستشن كده حلو. طب ريكومند برضو غلط، ريكومنديشن المفروض انت عايز بعد ماي اسم، ريكومند ده فعل يبقى ماي سجستشن. بعد كده باشا رقم 18، اي سجست ذات فاعل مصدر، بص الحته دي ايا كان الفاعل وايا كان الزمن، يعني هنا كده كده نستخدم مين؟ جيت، وممكن شود والمصدر، يعني كده بي ان سي. ما احنا اتفقنا على دي من الاول، اهي احنا اتفقنا على دي من الاول، فين هي؟ سجست وريكومند ذات فاعل شود والمصدر، او ذات فاعل مصدر ايا كان الفاعل ايا كان الزمن. طيب حته ايا كان الزمن دي ركز فيها كده، انت لو قلت لي مثلا اي سجستد كده كده كنا هنقول برضو جت، ازاي مش سجستد ماضي؟ ما تترجم عربي كده، انت بتقول انا اقترحت ان ايه تستعد مش استعدت. اي سجست في فاعل؟ لا ما فيش فاعل، ناخد اي ان جي، او ان احنا نستخدم الفاعل والفعل في المصدر. فتو جو دي بره اللعبه، نوت جو لا المفروض تبقى نوت جوينج اللي هي دي. طب ما هو ممكن نقول وي جو برضو، اذا الموضوع في لعبه في الترجمه، هنمسح الاثنين كده ونرجع نترجم. بس عموما من حيث القاعده دي صح، من حيث القاعده دي صح. ترجم المعنى كده، اي سجست فور ا ووك ات از بيرنينج هوت اوتسايد، الدنيا يا ابني نار بره انتهبل، يبقى بقترح ان احنا ما نطلعش بره البيت. طب اي سجست نوت فور ا ووك، نفس اللي احنا عملناه فوق، هنستبعد اللي مش نافع. سجست ما ينفعش بعدها تو الا لو مجهول، نوت تو نوت جو برده غلط، باقي معاك نوت جوينج وي جو، الاثنين من حيث القاعده حلو ودي من حيث القاعده حلو. الراجل قال لك ذا ويذر از فاين، الطقس حلو وجميل، فانا بقترح ان احنا نخرج، يبقى وي جو، وكان ينفع نستخدم going. she considers how to المصدر، يبقى رقم ايه اللي هي to help. ركز في حته consider دي، عايز اختمها لك كده، اقول لك كل اللي له علاقه بموضوع consider ده خد بالك مني. رقم واحد، انت ممكن نستخدم كلمه consider وبعدها الفعل المضاف له ing، او how to والمصدر. على سبيل المثال I consider buying a house، انا افكر في شراء منزل، دي معناها كده ايه؟ يفكر فيه. رقم اتنين، ممكن نقول I am considering وبعدين buying a house، دي برضه كده بالعربي معناها يفكر فيه، فدي صح ودي صح. طب لو انا قلت لك مثلا I am considering، ركز معايا عشان انا بخلص لك كل حوار consider ده في كيسه عشان تخلص من الحوار. I am considering buying a house مثلا، الجمله دي كده بقت غلط. ليه يا فندم؟ عشان كلمه consider دي لها معنيين، اما ان يكون يفكر في، او معناها يعتبر. حلو الكلام، لو معناها يعتبر يبقى كده لا تاتي مستمر. طب لو معناها يفكر في تاتي مستمر، تعال نقيس الموضوع ده كده وفقا للي احنا عملناه. انت قلت لي انا I am considering buying a house، لا مش دي، I am considering في هنا حاجه طلعت غلط، I am considering you، خليني اكتب لك you are the best، the best دي معناها ايه؟ انا اعتبرك الافضل، يبقى كلمه consider هنا بمعنى ايه؟ معنى يعتبر، لا تاتي مستمر، عشان كده انا كتبت لك عادي غلط في الاول. طيب هنا consider I consider buying تيجي بسيط عادي، و I am considering buying بما ان معناها يفكر فيه تيجي مستمر. طيب يبقى احنا كده اتفقنا بموضوع consider، خد بالك ان consider دي consider بعدها الفعل مضاف له ing، كلام حلو. طيب I consider انا افكر فيه how to solve the problem، consider how to، وممكن مش لازم how to، ممكن اقول لك I consider what to eat، افكر فيما ينبغي ان اكل، دي بتساوي I consider what I should والمصدر. بمعنى لو انت قلت لي مثلا I consider how to solve the problem، او what I should do to solve the problem، او how I should solve the problem كده يعني. طيب ارجع كده لجملتك تاني، احنا خلصنا دي خلاص. طيب ممكن نستخدم قلناها اي ان جي خلاص. طيب الحته بتاعت كان وكود والحوارات دي، اول سؤال بيقول لك I am bored، انا مليت انا زهقت يعني. You not change your routine،
واحد بيقول لك اي ام بورد، انا مليت، فانت تقول له يجب عليك ان تغير روتينك، يو شود، ده اسمه نصيحه. طيب الثانيه، اي نوت جو سايت سيينج تومورو، اي هافنت ميد اب ماي مايند ات، والله انا لسه ما قررتش، فربما افعل، ربما افعل يبقى مايت، وكان ممكن كود وممكن ماي. Why did you book a room at a hotel when you were in Cairo؟ يا ابني هو انت ليه حجزت غرفة ايام ما كنت في القاهرة؟ انت كان ممكن تقعد، كان ممكن يبقى could have stayed اللي هي دي. طب ما انا مستر ليه ما قلتش كان يجب ان تجلس؟ ايوه ما هو عشان تبقى كان يجب ان تبقى should have والباست بارتيسيبل. طيب managed to، تمكنت من، could stay، استطعت ان، should stay معناها يجب ان تجلس. يبقى ثلاثة كده خدنا رقم سي. أربعة، you not go hiking tomorrow boys، ربما تذهبون في تتمشوا يعني غدا يا شباب. have دي have got المفروض have، وتصريف التالت have gone او have to المصدر، فكل المعايير have دي بره اللعبه. need عايزه to عشان افكر فيها فهي بره اللعبه. must الزام، و could يعني ربما، فانت بتقول للعيال ربما تخرجون غدا يبقى could. you in the form before you sent it، انت تعمل ايه في الملف قبل ما تبعته؟ يجب ان تملأ الملف. طيب خد بالك before you sent يعني كده ماضي، اذا الجملة هنا هتكون ماضي. must fill يعني يجب ان تفعل، ده مضارع. shouldn't have filled المفروض ما كنتش تملأ الاستمارة، امال هتبعتها ليه؟ ought to have filled اللي معناها كان يجب ان تملأ، وهي دي الصح، وكان ينفع نستخدم should have filled. يبقى انت بتقول له انت كان ينبغي ان تملأ الاستمارة قبل ان ترسلها. طيب على فكرة ممكن نستخدم you must fill before you send، مضارع مع مضارع. giraffes الزرافات لا تستطيع ان تطير، يبقى كانت. خد بالك كانت دي لو انت عملتها كان نوت كده تبقى غلط. طب لو عملناها كانت كده زي الفل. طب لو عملناها كان نوت كلمة واحدة كده تبقى صح. ركز انك ما ينفعش تفصلهم عن بعض. طيب بعد كده عن رقم سبعة، the gate is open، البوابة مفتوحة. The night watchman الحارس to look at، أي حارس أكيد نسي أو ربما أنه نسي. خد بالك الحوار كله في الماضي. may forget دي حضرتك مضارع ربما ينسى، و might forget برضه مضارع ربما ينسى، وبعدين خليك خربوش، might والمصدر و may والمصدر واحد. should forget يعني يجب أن ينسى، مش منطق. أنت بتقول البوابة مفتوحة ربما أن الحارس نسي. they not do the shopping last Friday as it was raining cats and dogs، it was raining cats and dogs يعني كانت بتمطر بغزاره. فهم shouldn't do لا يجب ان يفعلوا، ده مضارع، انت بتتكلم على last Friday فماضي يا حاج، يبقى دي ماضي برضو، فدي بره عشان دي ودي ودي مضارع، يبقى ناخد couldn't. معنى الجمله هم لم يستطيعوا ان يقوموا بعمل التسوق لان الدنيا كانت بتمطر. he is not available now، هو مش موجود دلوقتي. but he available in an hour or so، ممكن يبقى موجود بعد ساعة أو أكتر، ربما يعني يكون موجودا. فلاحظ أن الجملة كلها مضارع، فمايت بي، وممكن نستخدم هنا ماي بي، وكان ممكن نستخدم كود بي، لكن كانت بي يعني أكيد مش، أكيد مش موجود. مايت هاف بين دي ماضي، وأنت بتقول أن هو مش موجود دلوقتي، وربما يكون في مضارع. وبعدين أنت كطالب خربوش عارف أن مايت هاف بين هي ماي هاف بين، فالاثنين روحوا مع بعض. I am a professional musician، أنا راجل موسيقار محترف. I play the piano، أنا بعرف أعزف على البيانو، يبقى I can. طيب بعد كده I got low marks، أنا حصلت على درجات منخفضة. رد عليك باباك وقال لك you good use of your time، كان يجب أن تفعل أو أكيد مش عملت. ففي الاحتمالين الاثنين بقى اللي أنا هعملهم الأول، الراجل بيقول لك أنا جبت درجة وحشة، فتقول له you can't have made، اكيد ما استغلتش وقتك، او you should have made، كان يجب ان تستغل وقتك. شوف كده could make يعني انت استطعت ان تستغل، may make ربما تستغل، should have made يعني كان يجب ان تستغل، ودي shouldn't المفروض ما كنتش تستغل وقتك، يعني هو كده مش نايس واكسه اكتر من اللي فيها، فهو الراجل اصلا جايب درجه وحشه، فانت بتقول له كان ينبغي ان تحسن استغلال وقتك. I arrive on time despite missing the train، انا ايه اني اوصلت الوقت المحدد برغم من القطار فاتني الا انني وصلت. يبقى انت عايز تقول تمكنت، فانت عايز معنى مثبت بره انت وانت وانت، عشان انتوا منفيين يبقى was able to. لو في كود كنا نفكر فيها. everyone not be appreciative، appreciative of معناها مقدرا لي الدور الذي يلعبه المعلمين. كل شخص might ربما وكود ربما بره اللعبة. need عايزين تو عشان نفكر فيها، خليك خربوش واستبعد، يبقى الاجابة اصبحت should. كل شخص ينبغي ان يكون مقدرا لدور المعلمين، زي مثلا كده دلوقتي في وقت ما انا ميت كده بعمل لك فيديو عشان مش خساره فيك، فاكيد انت عملت الواجب
الكومنت العظيم والاشتراك العظيم وشيرت القناة وكده يعني. معظمكم ما بيعملش كده للأسف، بس أنا لسه ماسك على مبادئي وبحل. That's amazing، إنه الأمر مدهش. You not speak seven languages، يخرب بيتك أنت تتكلم 7 لغات، يبقى أنت تستطيع. يبقى كان دي ماضي يا فندم وده ماضي، فلو هو كان بيتكلم 7 لغات في الماضي وبطل فالموضوع مش مدهش ولا حاجة، ده الموضوع كده صادم. وكانت منفية. I looked for the lost keys for a long time، بحثت عن المفاتيح المفقودة لفترة طويلة. Finally أخيرا لقيتهم، وأنت معنى كده أنك تتكلم على ماضي، فكان دي بره اللعبة ودي بره اللعبة، تفكيرك في كود وتفكيرك في was able to. فأنت بتقول لي أنا فضلت أدور على المفاتيح، في النهاية أنا تمكنت من الوصول إليهم. على فكرة كان ممكن ناخد كود، بس إيه اللي جاب إيفر دي هنا؟ مش عارف. طيب 16 بقى. I haven't decided yet، والله لم أقرر بعد، لكني ربما أكل سمك أو كده، يبقى might أو may أو could. 17. You lend me a hand please، ممكن لو سمحت تسلفني أو تساعدني يعني. Need you، have you، الاتنين دول عايزين to وده عايزة to. Must you lend me، انت كده بتعبر عن التذمر، يبقى could you lend me a hand. يبقى في 17 قول له could you lend me a hand. طب معلش يعني ايه تذمر؟ بص يا باشا، لو انت قلت له could you help me، وانا هعملها بنفس السياق دي، معناها لو سمحت ممكن تساعدني. طب لو انا قلت لك في جملة مثلا must you help me، معناها من الاخر كده معناها هو انت يعني لازم تمد ايدك، معناها كده ملهاش معنى غير كده. لما تقول لواحد must you help me، معناها هو انت لازم تمد ايدك يعني لازم تساعدني، ما تلم ايدك يا عم، ما تزمر. طيب رقم 18. I traveled by bus، انا سافرت بالباص بصراحة، بس كان ممكن اسافر بالتاكسي. كان ممكن دي اللي هي كودها في تصريف ثالث، اللي هي دي هلاقي واحد اخترق الصف وقال لك يا مستر مش انت عمال تقول كود ومايت وماي بيساوي بعض؟ انا هقول لك كده ركز يا ابني الله يكرمك، احنا بنقول كود بتساوي ماي بتساوي مايت لو الناس دول معناهم ربما، لكن لو انت بتقول لو عايز اقول لك كان ممكن اعمل شيء لكني فعلت اخر، دي ملهاش غير حاجه واحده بس اللي هي كود هاف والباست بارتيسيبل. طيب رقم 19. اسراء نوت بلاي ذا جيتار، she has never practiced it، بقول لك عمرها ما اصلا فكرت تتدرب على الجيتار، يبقى ما بتعرفش تلعب، يبقى isn't able to او can't، الراجل مديك can't بس. طيب ادخل بعد كده على رقم 1 في الاكسرسايز عن necessity والحاجات دي، دول بقى 50 سؤال تقريبا او اكتر، ركز فيهم كده عشان تفهم. بقول لك she was angry with him، كانت زعلانه منه. he not have talked to her that way، المفروض ما كانش يعمل. لو انت قلت لي كود معناها كان بامكانه ان هو يتكلم معاها بشكل وحش، mustn't ملهاش وجود. وهنا عايزك تفهم معايا كده الحته دي، عايزك تفهم يا عم الحاج ان must لما نستخدم must زائد المصدر فدي ليها احتمال من اتنين، معناها لازم تعمل شيء معين او معناها اكيد بيعمل شيء معين. على سبيل المثال لما اقول لواحد you must study، فانا هترجمها بترجمتين، الاولاني ان بقول له انت لازم تذاكر، والتاني انت اكيد بتذاكر يا خلبوس، الاثنين دول معناها. طيب لو انا قلت لك must have والباست بارتيسيبل دي ملهاش غير احتمال واحد فقط لا غير وملوش تاني، ايه هو الاحتمال ده؟ اللي معناها اكيد شيء حصل او اكيد فعله. فلما اقول لك مثلا في جمله you must have taken my pen، دي معناها انت اكيد اخذت القلم وملهاش تفسير ثاني غير كده. الحته الثالثه بقى والاخيره والاهم، هو انا لو قلت لك في جمله you mustn't والمصدر دي ملهاش غير معنى واحد فقط لا غير اللي هو ممنوع تعمل. طب لو قلت لك mustn't have والباست بارتيسيبل دي بقى كده يا حاج عايزك تبروزها وترميها في الشارع، دي ملهاش وجود في الانجليزي، مش موجودة اصلا، دي غلط اوعى تعملها. فلما تلاقي مصر انتهى في الاختيارات، مصر انتهى في تصريف تالت، ارميها بره في الشارع يا حاج. ومن الواضح كده حضرتك ان كلمة must اللي معناها لازم تعمل نفيها اسمه mustn't، معناها ممنوع تعمل. طب كلمة must اللي معناها اكيد بيعمل نفيها can't اللي هو اكيد مش بيعمل. حلو الكلام؟ طيب وبرضه من باب الشيء بالشيء يذكر، ولانه مش خسارة فيك ركز في دي، هو ايه الفرق بين ان اقول لواحد you must study على سبيل الاستنباط يعني، وبين ان اقول له you must be studying؟ الفرق بينهم كالتالي،
بص احنا في الفصل دلوقتي، كل ما اسال سؤال عمر يرد على السؤال ده، كل ما اسال سؤال عمر يرد على السؤال. فاقول لك يا باشا عمر must study hard، الواد عمر ده اكيد بيذاكر كتير، معناها كده. طيب لو احنا معديين على اوضه عمر لان نور عمر منور وهو قاعد على ترابيزته، فاقول لك دلوقتي عمر must be studying، الواد عمر ده بيذاكر الان قدام عينك وانت شايفه. جمله كمان معلش، الكلام ده بيحصل مع ماست بس، لا مع كل الافعال الناقصه بتاعت الاستنباط. واحد مثلا على سبيل المثال قابلك واحد في الشارع قوي جدا، فانت تقول يو، او ممكن نقول هي ماست ايت الوت، ده معناها ان هو قوي اكيد بياكل كتير. حلو. طيب واحد قاعد على السفره وقدامه الاكل وماسك الملعقه وعمال شغال، هنا بقى نقول ماست بي eating، اصلك انت شايفه قدام عينك بياكل وشغال في الاكل. طيب ارجع بقى لجملتك كده. فرقم رقم اتنين، وخلاص احنا قلنا رقم واحد ما حلناهاش لسه، فقلنا بقى كانت اكيد مش، ارجع افتكر، اقول لك هي كانت زعلانه منك، يبقى انت اكيد ما اتعاملتش معاها بشكل وحش، ولا المفروض ما كنتش تتعامل معاها، المفروض ما كنتش shouldn't اخت اوت نوت. I needn't have bought bread، المفروض ما كنتش اشتري عيش يا جدعان، ده معناها ان انا didn't buy ما اشتريتش، had to buy اضطريت اشتري، mustn't buy ممنوع اشتري، ولا regret buying ندمان ان انا اشتريت. خد بالك من الحته دي، في فرق بين ان اقول لك you didn't have to buy bread، وبين ان اقول لك you needn't، مش عارف ليه حاسس ان انا مسؤول عنكم، مفيش فكره بحاول اعديها يعني، مش عارف ليه كده حاسس ان انا شايل الذنب. you needn't have bought، وانا اثق ان محدش بيعمل كده، وان انت هتقدر يعني اكيد يعني كده وبتاع. بص يا برنس، you needn't have to buy و you needn't have bought، الفرق بينهم كالتالي، الاولانيه دي معناها المفروض ما كنتش تشتري عيش وانت لم تشتري، فانت كده ما غلطتش، انت كده برنس. لكن needn't have المفروض ما كنتش تشتري لكن انت اشتريت، يعني انت كده غلطان انك عملت الحركه دي. طيب غلطان، فعشان كده انت في الجمله هنا الراجل قال لك ايه؟ بيقول لك انا نيد انتهاف، يعني معنى كده ان المفروض ما كنتش اعمل حاجه زي كده، فانا ندمان اني عملتها. طيب عارف امتى ناخد didn't buy؟ لو قال لك I didn't have to buy. طيب I not the living room yesterday، الجمله بقت ماضي، لو في حاجه مضارع شيلها من الاختيارات فاطلعي بره انت، في حد مضارع تاني؟ لا مفيش. My sister had already tidied، اختي اصلا كانت رتبت الغرفه فانا ما كانش المفروض ارتبها وما رتبتهاش، يبقى didn't have to tidy. I'm sorry I didn't visit you last night، بقول لك انا اسف انا ما زرتكش امبارح. I see my doctor، انا ايه ارى الدكتور. I needn't، بص يا برنس نفس اللي احنا بنحكي فيه من ساعتها، انت بتحكي لي على موضوع ماضي اصلا، فبتقول لي I didn't visit you last night، انا ما زرتكش، فانا اصلا اضطررت اني اروح اخد اختي للدكتور او ان انا اروح للدكتور، فالموضوع ماضي، فطلعي انت بره عشان انت مضارع، وطلعي انت بره عشان مضارع. didn't have to المفروض ما كنتش ازور، طب ما هو لما المفروض ما كنتش تروح للدكتور ليه ما جيتش تزورنا؟ يبقى دي برضه بره. اذا الاجابه اصبحت had to، و had to معناها اضطر ان يفعل بمعنى ان هو فعل الشيء. طيب الاختيارات لو فيها should have seen كنا خدناها؟ لا برضه ما كناش خدناها. had to اضطر ان يفعل يعني فعل، لكن should have seen كان المفروض يعمل وما عملش. you more sugar we already have a lot at home، يا ابني ما عندنا سكر كتير في البيت اهو، انت ايه اللي خلاك تشتري؟ انت كده ايه؟ غلطان. بما انك انت كده غلطان فانا عايز اوريها لك بعينك كده، بص معايا فيها، انت غلطان غلطان اهي، فهناخد would needn't have past participle، فهنا هنختار you needn't have bought اللي هي رقم needn't have اللي هي دي needn't have bought، خد بالك اسمها needn't have bought مش needn't have to buy. علي is not late for school so he not hurry، علي مش متأخر على المدرسة ولا حاجة فمش لازم يجري يعني. needn't أو don't have to أو don't need to، لكن has to معناها يجب ان هو يجري، و had to اضطر ان يجري في الماضي والجمله اصلا مضارع فانت كده كده مستبعدها. mustn't معناها ممنوع يجري، يعني اخترنا needn't. طيب my children اطفالي wear a uniform in primary school، ايام ما كانوا في المدرسه الابتدائيه زمان يعني. طيب تعال نشوف كده، need عايزه to، children جمع فتاخد have to معاك، mustn't يعني ممنوع، و shouldn't يعني لا يجب، الاطفال ده كده مضارع الجمله، الاطفال المفروض يلبسوا زي موحد، اه يبقى have to.
طب ليه ما ناخدش مصنت؟ اصل مصنت معناها ممنوع يرتدي زي موحد، جاي لك واحد المدرسه محترم لابس زي موحد، في مشكله؟ لا مفيش، يبقى احنا نستبعد النفي. طب نهال وري شي ستيل هاز 6 مانثس بيفور هير اكزام ستارتس، قدامها 6 شهور قبل الامتحانات، فهي مش لازم تقلق يعني. يبقى doesn't have to و doesn't need to و needn't. You take photos here that is not allowed، الموضوع ده ممنوع تعمله، لو عملته غلط وعقوبه يبقى mustn't. عارف انت لو قلت له needn't معناها مش لازم يعمل، بس لو عمل عادي. انت جاي في منطقه عسكريه تقول لي مش لازم تصور، بس لو صورت عادي لا ممنوع تصور، لانك لو صورت فيها عقوبه وهتاكل على دماغك. You try my sister's cake it is really delicious، عايزك تحفظ دي، اي جمله تحس ان فيها عزومه كده اخبط اخبط ماست واجري في الدنيا، يبقى يو ماست. دي نصيحه او عزومه حاره. ردوى نوت تو قال لك تو، يبقى فكر في نيد، شود هاف تو معانا، ماستنت بره، didn't معانا، عشان هنا كل دول بيجي معاهم تو والماستر. طب ما نترجم كده، رادوا نوت تو جو تو ذا دكتورز يسترداي بيكوز شي سادنلي فيلت ماتش بيتر، بقول لك ايه، ان هي حست بتحسن فجاه، فما كانش لازم تروح للدكتور. دي معناها كان المفروض تعمل، ودي معناها يجب ان تفعل، اثبات انا عايز النفي، يبقى didn't have to. You show your passport when you arrive at another country، ما هو حضرتك لما توصل في بلد تانية لازم تطلع جواز السفر، لان ده قانون والزام خارجي، وبانه خارجي فهاف تو، نيد عايزه تو عشان تفكر فيها، شود هاف اصلا عايزه بس بارتيسيبل، وده قدام مصدر، شودنت ده مضارع، وانت بتقول لي المفروض انك انت تورينا جواز السفر، مش المفروض انك ما توريناش. طيب رقم 13، in England most people work until they are 67 it is law there، ده قانون هناك. ركز لي كده في الحته دي كده، بيقول لك ان في انجلترا معظم الناس لازم يشتغلوا لحد ما يوصلوا 67 سنه، ده القانون. شودنت بره لان ده نفي، نيد عايزه تو، باقي معاك هاف تو، باقي معاك ماست. الجمله دي حضرتك هتلاقي كل مدرس او كل استاذ من الاساتذه الموجودين على اليوتيوب حلها بشكل، بس انا اقول لك على الحوار بقى خلصان كده. ماست دي بنستخدمها في الالزام الداخلي، ده رقم واحد. رقم اتنين بنستخدمها في نص القوانين. طب هاف تو بستخدمها في الالزام الخارجي ومع القانون، ازاي بقى الفرق بين الاثنين؟ بص لي كده في الجمله دي، لما اقول لك مثلا لما اقابل واحد في الشارع اسمه عمك عمر، فاقول له عمر يا حاج عمر يو نوت درايف اون ذا رايت سايد، رايت سايد حلو، هنا هقول له يو ماست ولا يو هاف تو؟ ده سؤال. السؤال الثاني، درايفرز نوت درايف او تيك، خليني اقول لك تيك ذا رايت سايد، يا ترى هنا هنستخدم ماست ولا نستخدم هاف تو؟ عايزك تفهم دي بالراحه كده. احنا قلنا في نص القانون، نص القانون والالزام الداخلي ناخد مع الاثنين دول ماست. حلو، طيب في الالزام الخارجي او التخصيص بناخد هاف تو. حلو الكلام، انا بقول لك يا عمر امشي ناحيه اليمين بالعربيه، يبقى انا مخصص حد معين اللي هو عمر، فهنا هاخد هاف تو، لكن السواقين يجب ان هم ياخذوا ناحيه اليمين، فده قانون، ده نص القانون مكتوب كده في الدستور، فعشان كده ناخد ماست. طيب نيجي هنا بقى، بقول لك ان انجلاند، في انجلترا معظم الناس بيشتغلوا لحد ما يوصلوا 67 سنه، ده مش نص القانون، اذا بما انه مش نص القانون فده الزام خارجي فناخد هاف تو. طيب الجمله اللي بعد كده بعد رقم 14، you really not visit us when you are in Cairo next week، لازم تيجي تزورنا بقى لما تكون في القاهرة، دي عزوم يبقى must. We our umbrellas to England. Strangely it didn't rain at all. تخيل الدنيا ما مطرتش خالص، احنا المفروض ما كناش خدنا معانا الشمسيات، يعني احنا خدناها والمفروض ما كناش ناخدها فاحنا غلطانين، شلناها على الفاضي، يبقى needn't have taken. رقم 16، one boss a driving test to drive a car in Egypt. الانسان او الشخص لازم يركب، لازم يكون معاه رخصه قياده لما يجي يركب العربيه في مصر، ده نص القانون، 1 دي يعني نص القانون فناخد ماست لان ده نص القانون. دو اي ما دام في دو اول ما ينفعش غير هاف تو، فين هاف تو؟ مفيش هاف تو، ما اختها الثانيه اسمها نيت تو برضه، ما انت عارف ما احنا قلنا هاف تو او نيت تو، يعني هنا لو في تو كنا خدناها. داز عمر والله كده كده وكده، زي ما اتفقنا ما دام في دو او داز او ديد اول ناخد هاف تو على طول، فناخد هنا هاف تو. يا مستر بس عمر ده مفرد، المفروض ناخد هاز تو ولا انت مش واخد بالك؟ هقول لك يا حبيبي ما هو دو داز عايزين بعدهم المصدر، عيب عليك ركز.
كان ممكن ناخد need to برضو. they not any more money. والله any دي بتاعت نفي، ده نفي معانا، ده نفي معانا، ده نفي معانا، ده نفي معانا، يخرب بيت كده كلهم ينفعوا. هترجم بقى they any more money needn't to، ما فيش حاجة اسمها needn't to أصلا، هي اسمها needn't to المصدر. need not being، لا need not، need أصلا عايزة to المصدر، يعني هنا ing بره. don't need to المصدر دي معانا. needn't to ما فيش حاجة اسمها needn't to يا فندم، يبقى don't need to أو don't have to. 20 I not see a doctor tomorrow مستقبل. بص يا باشا، الزام المستقبل حاجة من الاتنين، يا إما will have to أو have to. طيب مين في الاختيارات؟ mustn't دي منفية، have to دي معانا، دي ماضي ودي ماضي، ودي أصلا غلط، دي غلط، إذا الإجابة أصبحت have to. ضيف دي عندك في معلوماتك كده عشان أقول لك على ملحوظة كده الأول. أنت عارف إن في الإلزام المضارع بنقول have to، وممكن مكانها نستخدم have got to. لو أنت معايا في ماي فريند، في محتوى ماي فريند، هتلاقيني بقولنا الملحوظة دي، دي صح. عندك has to أو has got to زي بعض. طيب will have to صح. طب will have، بما إنك بتقول have to يعني هنقول will have got to، دي غلط أوعى تعملها، دي مصيبة. طب الماضي من have to اسمه had to، مظبوطه. طب had got to دي ملهاش وجود في الانجليزي. ركز لي كده الله يكرمك في الاربعه دول عشان ده كلام مهم، عايزه تعرف ان دي صح ودي صح دي صح، كلهم صح، لكن الاثنين دول غلط. ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها will have got to، ولا في حاجه اسمها had got to. زي ما قلنا قبل كده ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها didn't be، ملهاش وجود، ولا في حاجه في الانجليزي اسمها did you be، دي برضو ملهاش وجود، ولا في حاجة في الإنجليزي اسمها mustn't have والباست بارتيسيبل، الناس دي ملهاش وجود، دول ممنوعات اللغة اللي ملهمش أصلا وجود في الإنجليزي معانا إطلاقا. ترجم لي كده أو ارجع لي تاني كده في 21، بيقول لك في 21 traffic rules قواعد المرور يجب أن تتبع، فأنا عايز مجهول. has to المصدر ده معلوم ودي برضو معلوم. has to be followed المفروض عشان أفكر فيها فهي بره، have to be followed. وعلى فكره لو مكتوبه has to be followed ما كناش خدناها، لانك بتتكلم على الرولز الجمع اللي عايز have. to arrive والله ما دام في to فمر اطلعي بره يا must، عشان هي كده كده have to. you have to arrive دي مظبوطه اه، بس لو اخر الجمله نقطه او علامه تعجب ناخد اللي بدا بالفاعل، فباقي معاك do you have و have you. have you لازم بعدها got to فبره يا فندم، عشان have عايزه تصرف ثالث، يبقى do you have to. the oil in this car in his car before he set off قبل أن ينطلق، فالزيت اللي في العربية يجب أن يفحص. طيب ست دي ماضي، ما هي لو مضارع كنا هنقول sets، يبقى أنا كده في الجملة كلها ماضي، فطلعي بره أنت مضارع وأنت بره عشان مضارع. had to be checked يجب، كان يجب أن يفحص ولا يجب أن يفحص، لا الزيت المفروض يفحص مجهول، يبقى الإجابة رقم B. I take my driving test tomorrow مستقبل. need عايزة to أصلا عشان أفكر فيها. have to معانا، will have صح بس لو معاها to، احنا كده خدنا خدنا دي. mustn't دي ممنوع اخد اختبار بره اللعبه. we not help our parents احنا نساعد ابائنا، طبعا المفروض نساعدهم، والوي ما ناخدش needs المفروض تبقى need. needn't have عايزه بعدها past participle اصلا عشان افكر فيها، ولو موجوده ما كناش خدناها، يبقى must. ينبغي ان نساعد ابائنا. I call my parents to say that I'm going to be late انا المفروض اكلم والدي عشان اقول لهم اني هتاخر، يعني المفروض اعمل يعني اثبات، فاطلعي بره انت نفي. يا أبلا نيد انت عايزة تو فاطلعي بره، يا هاف انت عايزة تو اطلعي بره. اذا الاجابة اصبحت مصر، ابعد استبعد اللي ما ينفعش، هتلاقي الموضوع مرتاح. why do you والله عايزة مصدر، ما فيش حاجة اسمها do must، قلنا مدام في do او does او did او will يبقى انا عايز have to او need to، قدامك need to موجودة، has to لا المفروض ناخد have، ليه have عشان do والمصدر، needn't بره. when do you travel to أسوان نفس القصة، عايزين بعدها فعل في المصدر، يبقى need to معانا، needs بره، مفيش must، have got to، مفيش حاجة اسمها when do you have got to، لكن كان ممكن تبقى when have you got to وكده صح. ومن هنا كان في سؤال برضه في كتاب ماي فريند حليناه، كان بيقول لك do، لو عايز اسأل واحد هل عندك كتاب؟ فأقول لك do you have a book، الجملة كده صح وزي الفل. أو إن أقول لك have you، بس هنا بقى مش هنقول غير got a book، الجملتين كده بقوا زي الفل، يعني اقول لك do you have او have you got،
ارجع تاني كده برنس في رقم 29، بيقول لك when not finish the report. والله has he to، لا has he got، دي بره. must he to، مفيش حاجه اسمها must to، انت كده بتهبد. does he have to معانا. هي ما هو قلت استفهام، عايزين بعدها فعل مساعد، بدأني بالفاعل، اطلع بره. يبقى الإجابة أصبحت رقم سي. 30 they not leave now it is up to him، الموضوع براحتهم يعني زي ما هم عايزين براحتهم. mustn't لا، ليه؟ لأن mustn't معناها ممنوع، لو عملوا في مشكلة فاش أقول لك براحتهم وأقول لك ممنوع. they haven't to ما ينفعش نقول haven't to، هقول لك ليه. don't have to معانا، needn't have عايزة بعدها بسط بارتسبل. أنت بتقول لي ليه haven't to غلط؟ بص يا عم الحاج ركز في دي كده. I have eaten، أنا أكلت meat، أنا أكلت لحم، دي جملة. I have meat، أنا أكل لحمة برضو، الاتنين بنفس المعنى بالعربي. طب لما نيجي ننفي، النفي يا جماعة بيكون للفعل المساعد مش الفعل الأصلي. هنا have فعل مساعد الأصلي eaten، طب هنا have فعل أصلي. لما تيجي تنفي بقى، فهتنفي have دي هتعملها ازاي؟ هتقول haven't eaten، انت كده نفيتها. طب التانية دي have meat، have دي فعل أصلي، فلما نيجي ننفيها هنقول don't have. وانتبه ان دي لو ماضي كنا هنقول had eaten و hadn't eaten، لكن لو I had meat هتبقى I didn't have meat. اذا اللي احنا كنا شطبناها دي haven't to، دي ما لهاش وجود معنا في الانجليزي. رقم 31 بيقول لك you touch the objects in the museum the instructions say so، التعليمات بتقول كده. يعني انت لو لمست الحاجات المعروضة في المتحف ده غلط، يعني ممنوع تلمسها، يبقى mustn't. you clean your teeth before you go to bed it is strongly advisable. بص يا برنس، في هنا احتمالين عايزة تعرفهم. لو قال لك it is advisable فحضرتك هتاخد شد وانت ساكت. طب لو قال لك it is strongly advisable فسيادتك هنا ما ينفعش تاخد غير must. ارجع كده للجملة، بيقول لك الراجل you clean your teeth before you go to bed it is strongly advisable، يبقى انا عايز must، ادي هي must. where not to park his car the other day، بداية the other day دي كلمة من كلمات الماضي البسيط اللي انا كاتبها لك اول كلمة في المذكرة في شرح الماضي البسيط، وقلت لك انتبه للكلمة دي عشانها خلبوصة. قدام آية استفهام فأنا عايز بعدها فعل مساعد، يبقى عشان نستبعد بقى عشان نصفصف الدنيا كده، دي بره عشان بدأ فاعل، وهاز مضارع واحنا بنتكلم على ماضي، وداز مضارع احنا بنتكلم على ماضي، بقاش معاك غير الرقم دي الإجابة الصح. استبعد تسلم. you not be late for work that is my advice to you، نصيحتي ليك انك انت ما تأخرش. يبقى you must be late ولا you have to ولا will have to، والله دي معناها ان انا بقول لك اتأخر، فده مش منطق. اقول لك mustn't بقى، وكان المفروض بما انه قال لك that's my advice to you as a close friend فكان الافضل ان اقول لك you shouldn't، بس ما فيش shouldn't لان الراجل عارف هتنفع فما جابهاش في الاختيارات. 35 يا باشا، as one of the company's staff، كواحد من الهيئة اللي شغالة في الشركة، you be at your desk، لازم تبقى على مكتب سيادتك الساعة قبل الساعة 9. ناخد must ولا have to؟ هروح انا اقول لك حاجة، احنا قلنا must دي في حاجة من اتنين، في نص القانون او الالزام الداخلي، حلو. طب have to في الالزام الخارجي وتخصيص الالزام على حد، انت هنا بتخصص على الراجل، ثانيا انت الزام خارجي لانك انت تكون في شغلك قبل الساعة 9 لان غصب عنك مش براحتك، فده خارجي. ندى do the shopping، ندى تعمل التسوق. doesn't need to المفروض ما تتسوقش، needn't do المفروض ما تتسوقش، needn't have past participle بره لانك انت مديني مصدر، اذا A and B الاثنين ينفعوا. we a big lunch for our guests، احنا المفروض نجهز اكل غدا كبير للضيوف. need be prepared انت كده عاملها مجهول. needs ما ينفعش نقول we need، صعب عليك انت راجل في ثانويه عامه، المفروض تبقى we need. need to prepare معانا. has لا، الوي تاخد هاف حضرتك، فاكر انت لما كنت في رابعه ابتدائي كنا بنقول لك اي وي زي يو بناخد هاف، فدي بعدت. you and your family انت وعيلتك بقوا جمع كده. come and have lunch with us next Friday، لازم تيجي تتغدى معانا، يبقى دي اسمها ايه؟ عزومه، وعزومه يبقى must. طيب 38 كده اتفقنا خلاص رقم دي. 39 you bark here that is banned، ده ممنوع تعمله، يعني لو عملت هتاكل على دماغك في عقوبه، يبقى mustn't. 39 خلصت. 40 هركن شويه وارجع اكمل لاني خلاص فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. 40
to study history at school. ده جملة سؤال، فأنا عايز هنا فعل مساعد أو آلة استفهام. أفكر في دي، أفكر في دي، أفكر في دي، أفكر في دي. يد الخيبة كلهم بادئين بفعل مساعد. حلو، في هنا to، خلاص هنستبعد must لأن ما بيجيش بعدها to. ثانيا have دي عايزة بعدها past participle، اطلعي بره عشان أنا عندي to. has he has أخت have، اطلعي بره عشان عايزين past participle. الدنيا سهلة ازاي؟ does he have to. جميل الكلام. 41 why do you، والله بعد do يا مستر عايزين المصدر، فما فيش must ولا في needn't. have got to بره، احنا قلنا ان اما انك تقول why do you have to او why have you got to. to 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 do، يلا نلعب نفس اللعبة اللي عملناها قبل كده. انا قدامي to، had he عايزة بعدها past participle، he had لو جملة خبرية استفهام فاطلعي بره انت كمان، must عايز الفعل في المصدر، وانا قدامي تو اطلعي بره انت كمان. الدنيا سهله يا جدعان. did he have to، حل بكيف تطلع صح. 43 wear this red shirt، ده سؤال. it looks old fashion، يا ابني شكله زباله عليك، يعني هو انت لازم تلبس، انا كده بعمل ايه؟ تذمر. do you have to، ده بسالك على القانون. have you to مش ملهاش وجود، المفروض تبقى have you got to. must you عشان انا متذمر، had you to ملهاش وجود، المفروض كنا قلنا had ويو وباست بارتيسيبل. طيب اصبح الجمله كده والاجابه الصح ماست يو. طيب ماست يو دي معناها ايه؟ ان انا متذمر، بقول لك يعني هو انت لازم تلبس ام الطقم اللي انت لابسه ده، شكله قديم عليك وزباله يا عم، يبقى كده ماست يو. 43 كده خلصناها. 44 يو ستوب سموكينج، تيك ات از ا بيس اوف ادفايس فروم يور بيست فريند، خدها يا ابني كنصيحه من اخوك ما تدخنش. هنا نيدنت ستوب معناها اوعى تبطل تدخين. had to ده في الماضي وانا بقول لك نصيحه فالمفروض انها مضارع. mustn't معناها ممنوع تبطل تدخين، يبقى اكيد هقول له must. هتقول لي يا مستر مش دي ادفايس المفروض should؟ هقول لك يا ابني ما هو لو في should كنا خدناها وكان الراجل شال must من الاختيارات. your teeth at regular times، بقول لك ان اسنانك يجب ان تفحص ولا تفحص؟ لا تفحص، عايز مجهول بره انت عشان معلوم. needs examining دي بره. needs to be examined دي معانا عشان ده مجهول. need to be examined دي برضو معانا عشان مجهول. هرجع تاني بقى واروح مسحهم هما الاثنين وافكر في ترجمه الجملتين من حيث الفاعل واكل مع مين في دول، لان لقيت اجابتين صح. عايز امشي معاك خطوه خطوه كده واشطب على دي. طيب اولا تيث اسنانك، بص عندك كلمه فوت فوت وعندك فيت. انت بتقول كره قدم يعني فوتبول، ففوت يعني قدم، يبقى فيت اقدام. حلو، نفس القصه توث سنه، لكن تيث اسنان، مديني تيث جمع، يبقى اطلعي بره انت عشان انت مفرد، فناخد الاجابه need to be examined. طيب رقم 46 I not forget to post that letter، انا انسى ابعت الجواب ده، لازم انسى؟ لا انت عايز تقول المفروض ما انساش، يبقى mustn't. طب ليه ما ناخدش don't have to؟ معناها انك انت المفروض ما تنساش، بس لو نسيت عادي يا باشا ولا يهمك، هو بما انه جواب يبقى ده شغل وبزنس يعني، فحضرتك ما ينفعش تنسى. your old clothes not away، بقول لك ان ملابسك القديمه ديت not away. need to take يجب ان تاخذ، needs to take يجب ان تاخذ، need to be taken يجب ان تؤخذ، و needs to be taken يجب ان تؤخذ. الراجل قال كلوز ملابس، يبقى ناخد الجمع اللي هي دي. احمد get up early at weekend، احمد يصحى بدري في الاجازه. mustn't ممنوع يصحى بدري، لا ما هو ايه المشكله ان بكره الجمعه وبقول لك ما تصحاش بدري وانت صحيت بدري، يعني هضربك بالسيف؟ لا عادي طبعا. don't need ده احمد ده مفرد، don't دي ما فكرش فيها اصلا. has to يعني يجب انه يصحى بدري بكره في الاجازه، يا عم اجازه ما يصحاش بدري براحته. doesn't have to، doesn't need to او needn't ينفعه. I follow the school rules concerning uniform، انا اتبع القوانين المدرسيه خصوصا فيما يتعلق بموضوع اليونيفورم، المفروض اتبع يعني انا عايز اثبات، فاطلعي بره انت نفي وانت نفي. اقول I have to ولا I must؟ هقول لك انا سؤال، هو الملازيل المدرسي ده الزام داخلي ولا خارجي؟ لا غصب عني طبعا، رايح غصب عني لابس البدله اللي انا مكسوف منها وانا ماشي في الشارع، يبقى هاف تو. طيب اي ذا درايفنج تيست تو جيت ليسنس، عشان اجيب رخصه قياده فانا لازم انجح في الاختبار، فده الزام خارجي غصب عن عينك، يبقى تاخد ماست هاف، يعني سوري هتقول لي هاف تو باس عشان ده الزام خارجي. خلصنا كده، ودي تمارين محلوله ما فيهاش مشكله. لو انت بتحل فيهم في سؤال ما انتش فاهمه اكتب لي في الكومنتس السؤال وانا هرد عليك، بس ما تقوليش السؤال رقم 7 لاني اكيد مش هدور على الكتاب واوصل له واجيب السؤال، اكتب لي في الكومنتس السؤال على بعضه وانا هحله معاك. كده خلصنا الحمد لله. اوعى تنسى زي ما اقول لك وبقولنا كل مره بنقول ان احنا حاليا شغالين في كتاب ماي نيو فريند، عاملين اشتراك للمحتوى الخاص
للكتاب كله ولمحتوى كل شهر. ممكن تستفسر عن اي معلومات من دي على رقم التليفون 010-20-78-78-39. انا بنصحك تبص تحت في الوصف، عشان هتلاقي في الوصف لينكات لاهم الفيديوهات اللي على القناة اللي ممكن تساعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.